أكد وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف أن اجتماع وزراء البلديات لدول مجلس التعاون يستكمل الخطوات نحو تحقيق العمل البلدي المستدام وما يمكن أن يحققه من تطور وتحديث لكافة أنظمة العمل البلدي، فيساهم في تعزيز الخطوات الرامية لتحقيق رفاهية المواطن الخارجي وتطوير العمل وتحقيق التنمية في البنية التحتية لمدن وبلديات دول المجلس. جاء ذلك بعد مشاركة مملكة البحرين أمس في الاجتماع 20 للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث أكد وزير الأشغال أهمية العمل المشترك الخليجي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الرؤية الموحدة. كما عرضت البحرين تجربتها بشأن الاستفادة من الطاقة المتجددة والبديلة عن طريق تطبيقها لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية ومراوح توليد الطاقة من الرياح، فيما ذكر الوزير بأنه تم الاتفاق على مسمى جائزة العمل البلدي للدورة القادمة من عام 2018 والتي سوف تكون حول أفضل التجارب في مجال أنسنة